السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رياض ومدارس الوطن العربي، أهلا بكم. سنبدأ درسنا لهذا اليوم الأربعاء، هيا بنا سويا. اليوم سنتعرف إلى جدول جديد في جداول الضرب، إنه الضرب في عشرة، الضرب في عشرة، لنرحب سويا بالضرب في عشرة. لنعد معا عشرات، العد عشرات، صفر، واحد، اثنان، عفوا، صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة. لنعد معا مرة أخرى، صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة. نعم أحسنتم، لقد تعرفنا سابقا بأن الضرب عملية تبادلية. إذن أخذنا في الجداول السابقة جدول الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة، في كل جدول أخذنا جمل الضرب التالية، عشرة ضرب اثنان يساوي عشرون. إذن اثنان ضرب عشرة كم يساوي؟ نعم إنه عشرون، نفس الإجابة ولكن الفرق في الخطوات. في جدول الثلاثة، عشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون. إذن لو بدلنا الأرقام، ثلاثة ضرب عشرة يساوي أيضا ثلاثون. وفي جدول الأربعة أخذنا سابقا عشرة ضرب أربعة يساوي أربعون، ولو قمنا بتبديل الأرقام، أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون. وفي جدول الخمسة، عشرة ضرب خمسة يساوي خمسون، لذلك فإن خمسة ضرب عشرة تساوي خمسون. الآن سنقوم بأخذ أخذ خطوات الضرب لبقية الأعداد في جدول عشرة. لننظر إلى جملة الضرب التالية، ستة ضرب عشرة، ستة ضرب عشرة. قمنا باختيار بعض جمل الضرب لحل خطوات الضرب عليها، ستة ضرب عشرة، أنا في جدولي العشرة، أنت بطل وقد أصبحت تعلم أن العدد اللي في المنتصف هو العدد الذي يدلني على الجدول الذي أنا به، ستة ضرب عشرة، إذن أنا في جدول عشرة. سأقوم بحل خطوات الضرب على ستة ضرب عشرة، بما أني في ستة ضرب عشرة في جدول العشرة، فالجمع المتكرر سيتكرر عشر عناصر في كل مرة، العشرة ستتكرر ست مرات. هيا سويا لنكرر العشرة ست مرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نتأكد من عددها، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست مرات كررت العشرة ست مرات. سنقوم الآن برسم كم مجموعة؟ ست مجموعات، في كل مجموعة عشرة عناصر. في خطوة الرسم قمنا برسم ست مجموعات كالتالي، وفي كل مجموعة عشرة عناصر، ركز يا بطل وعد جيدا. أما في خطوة الكتابة، ستة عشرات. ستة عشرات. جملة الضرب، ستة ضرب عشرة، ستة ضرب عشرة يساوي ستون. جدول العشرة جدول بسيط وسهل جدا، ستة ضرب عشرة يساوي ستون، ستة ضرب عشرة يساوي ستون. لنعد على خط الأعداد عشرات حتى نصل إلى الناتج ستون بست قفزات،
صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، لأصل إلى الناتج ستون. ست قفزات بداية بالصفر ونهاية بالإجابة أو الناتج لستة ضرب عشرة يساوي ستون. جملة الضرب التالية: سنقوم بإيجاد الناتج باستخدام خطوات الضرب. سبعة ضرب عشرة، سبعة ضرب عشرة يساوي، بخطوة الجمع المتكرر سأقوم بتكرار العشرة سبعة مرات. نتأكد منها: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لو قمنا بالعد عشرات على هذه العشرات سنصل إلى ناتج سبعة ضرب عشرة، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون. خطوة الرسم: سنقوم برسم سبعة مجموعات، في كل مجموعة عشرة عناصر. في خطوة الرسم قمت برسم سبعة مجموعات، في كل مجموعة عشرة عناصر. هذه المجموعة قمت رسمها بالأسفل، لم يبقى هنا مجال لرسمها. إذن سبعة عناصر في كل مجموعة عشرة، سبعة مجموعات في كل مجموعة عشرة عناصر. الكتابة: خطوة الكتابة سبعة عشرات، سبعة عشرات، سبعة عشرات، أعد عشرات لأني في جدول العشرة. جملة ضرب: سبعة ضرب عشرة يساوي، سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون، سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون. أقفز على خط الأعداد سبع قفزات إلى أن أصل إلى الناتج سبعون. سبع قفزات تصل بي إلى الناتج سبعون. أكرر: سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون. أحسنتم. واجب اليوم الأربعاء عزيزي الطالب: جد ناتج ما يلي باستخدام خطوات الضرب. ثمانية ضرب عشرة، تسعة ضرب عشرة، وعشرة ضرب عشرة. لنستذكر سويا جمل الضرب في عشرة: اثنان ضرب عشرة يساوي عشرون، ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثون، أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون، خمسة ضرب عشرة يساوي خمسون، ستة ضرب عشرة يساوي ستون، سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون، ثمانية ضرب عشرة يساوي. استنتج يا بطل، إذن كم ثمانية ضرب عشرة تساوي؟ أحسن، ثمانون. وتسعة ضرب عشرة تسعون، أحسنتم. وعشرة ضرب عشرة، في نهاية العد عشرات أصل إلى العدد مئة. عشرة ضرب عشرة يساوي مئة، عشرة ضرب عشرة يساوي مئة. هيا يا بطل، قم بإيجاد الناتج باستخدام خطوات الضرب: الجمع المتكرر والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد.